الحوثيون يهددون بتنفيذ عمليات من وسط الرياض والتوغل وصولا لخميس مشيط. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. وجهت جماعة الحوثي على لسان يوسف الفيشي أحد قيادات الصف الأول ورئيس ما تسمى لجنة المصالحة الوطنية التابعة لها ما قالت عنه تحذيرا وإنذارا للقيادة السعودية مما ينتظرها في حال استمرت في حربها، مشيرة إلى مقدرتها على تفجير الأوضاع داخل العاصمة السعودية الرياض. وتوقع الفيشي في تسجيل مصور نشره على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر في أن تصل السعودية للتفاوض على جيزان ونجران وعسير وكذلك خميس مشيط مع جماعته في حال وصلت حربها، في إشارة إلى مقدرتهم على التوغل في العمق السعودي والسيطرة على تلك المناطق والإمارات وأخرى في عمق المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا ليس تهديدا وإنما تحذيرا وإنذار. وقال الفيشي إن عبد الملك الحوثي يستطيع تنفيذ عمليات من داخل الرياض من دون يمنيين، مشيرا إلى أن عبد الملك الحوثي لا يحرك أوراقه إلا في الوقت المناسب على عكس محمد بن سلمان الذي يحرق أوراقه من فورها حسب تعبيره. وأضاف مخاطبا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المرحلة إذا وصلت إلى معركة وجود مع السعودية قد ترى عمليات في الرياض وقد تسقط محافظات ومناطق بكاملها، مشيرا إلى أن ذلك ليس تحليلا وإنما تحذير وإنذار، معتبرا ابن سلمان غير مؤهل لإدراك ذلك وصفا إياه بالغبي والمجنون. وتحدث عن أن ابن سلمان سيبكي في المستقبل القريب وسيتمنى لو أنه أوقف الحرب ولا زال من يقاتل عنه ويدافع عن حدوده مرتزقة يمنيين.